صباح الخير من ام تي في الايف لكل مشاهدينا بلبنان وبكل انحاء العالم. يوم الجمعه 28 نيسان 2017. بهالنهار هيك بتذكر اوقات شو بقول لاولادي، كيف بدنا نربي اولادنا على اي طرق واسس لحتى يكونوا مش بس مواطنين فعالين انما كمان يكون عندهم القوه وهالشخصيه اللي بتسمح لهم انه يعملوا خياراتهم بالحياه. دائما الانسان لما بيكون بده يعمل خيار معناتها عم يتخلى عن شيء بحبه، لانه بيكون محتار بين أمرين أو ثلاثة. فاليوم لما بدنا نتذكر أو بدنا نعرف كيف ناخد القرار المناسب لإلنا، خلينا نفكر بالبداية بحالنا نحن بس. شو الأشياء يلي ممكن تكون عم تفرحنا؟ شو الأشياء يلي ممكن تكون عم تعبيلنا فراغنا وتعطينا هالساتيسفاكشن أنه نقدر نكمل بحياتنا بشكل إيجابي مبسوطين، ما عنا شي تاني يشغلنا بالنا غير نحن، مهنتنا، طريقنا وحياتنا الشخصية اللي نحن لازم نكون مبسوطين فيها بس. أكيد ناخد بعين الاعتبار يمكن 10% آراء الآخرين بس مش أكتر أبداً. شو رأيك تينا؟ بونجور رانيا. بونجور. أنت ما بتاخذي رأي حدا أصلاً. بارح تفاني أنا كمان كنت بارح، كانت كاتيا الصبح وحكينا بنفس الموضوع. صحيح، كان لازم أحضر، كان لازم أبكر. كمان حكينا أنه بالنهاية الواحد إذا بيعمل إشي عن قناعة ما مفروض يهمه آراء الآخرين، لأنه بالنهاية هو بيعرف نفسه أكتر واحد. أكيد. بيعرف لوين بده يوصل، ومش ضروري دايماً يعني تراعي شعور الناس اذا بحبوا او ما بحبوا. وانا بتذكر كنت دائما اقول لطلابي اللي هن مراهقين وبيجي الوقت انه يختاروا اختصاصاتهم انه دائما هن ينبسطوا بالاختصاص. بس هيدا الخيار كثير صعب عليهم. اكيد، بس انه يعني حتى نحن قطعنا فيها، وكل الاشخاص اللي بفوتوا على الجامعات خاصه بهالعمر. بس انا عشت هالديلام هيدا. فوالا، ما هي ايه يعني ورجعت عملت الشيء اللي بحبه. بتحبي كثير منيح، وفي اشخاص ما عملوا الشيء اللي بحبوه وغيروا وقطع سنين وندموا. Exactly. ورجعوا غيروا، وفي منهم ما كان عندهم الفرصه يغيروا كمان. يمكن ما نندم لانه اي شيء بنعمله هو مثل اكسبيرينس زياده بحياتنا. بس هي ثقيله شوي لما يكون في ضغوطات من الاخرين. صح. يعني هون عم نحكي اكثر عن الاهل يمكن رانيا، اللي بيضغطوا اولادهم انه يفوتوا بمجالات بتليقهم لهم، او بيفكروا انه هيدا الافضل لابنهم، بس بالنهايه ما حدا بيعرف شو الافضل الا الشخص ذاته. منشان هيك دائما بيقولوا حتى الاولاد من هن وصغار، من عمر اولادي واولادي كثير، نعطيهم دائما خيارين نقصد انه لحتى يقدروا هن. صح. يعرفوا يختاروا بطريقه. صح. عقلانيه. مزبوط. ومنطقيه. مزبوط. كمان اليوم برنامجنا اكيد فقراته غنيه مثل العاده، وتينا رح بتكوني مع ايت سمارت و كوكينج. اليوم كوكينج معنا دلال اكيد. ودائما بنبلش نهارنا بفقره اب تو ديت مع اخر اخبار الساعه. خليكم نبدأ بأول خبر، وعن هالفيديو يلي مشي بشكل كتير كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو رسالة مؤثرة جدا للرئيس ميشيل عون من قبل الكرواتي الستينة ستيبان فوكيك، يلي عم بيأمل أنه يتبدد خوفه من لبنان تحديدا، لأنه بلبنان عم بيكون في صيد عشوائي لبعض أنواع الطيور، وخصيصا يلي هو حكى عنه اليوم طير اللقلق يلي بنسميه نحن باللغه العاميه العرنقه. هيدي نقلا عن مارك بيروتي يلي اعطانا هالمعلومات الصبح، مشكور اكيد. فهالطير قصته انه مره هالرجل الكرواتي لقى الطير انتايه عنده بالبيت، كانت مجروحه فاهتم فيها، وهن عندهم بيعتبروا انه هالطير هو بيجلب السعاده للوطن ولحياتهم، اهتم فيها وصارت مثل ولد من ولاده. كل موسم بيجي الذكر بيذكر اكيد هالطير هيدا، وصار في منه 59 طير تقريبا على مده 4 سنين. وهالطير يلي بيروح كل سنه على غير بلد وبيرجع لعندهم بينخاف عليه من انه يكون عم يصطاد من قبل صيادين بشكل عشوائي. والخوف الاكبر اليوم للاسف هو من لبنان، لانه على كل موسم ربيع بيصطادوهم وبيموت مئات والاف من
من هالعصافير هولي. فاليوم انبعت هالفيديو بالذات لرئيس الجمهورية وطلب منه أنه يصير في تطبيق لهالقوانين يلي بتحافظ على هالطيور لحتى تخليها تستمر بحياتها ولحتى تكون عم تجلب السعادة. بس ليه قصد رئيس لبنان؟ لأنه بلبنان تحديدا يعني هو أكثر بلد عم بيكون هو عارف يعني أشوي. بالمناطق اللي عم بيقطعوا فيها الطيور بكل بلد شو عم بيصير يعني 100%. ما هني رمز من رموز بلدهم يعني. شو حلو إنه فيك أشخاص عندهم هالمبادرات يعني كمان وهالتمسك بالحيوان لهالدرجه يعني. هلا كمان ما ننسى انه هيدا الشيء مهم كثير لتوازن الطبيعه فينا يعني لحتى مش أكيد. بس انه هن بيحبوا هالطير وهن بيجلب لهم السعاده والخير بس كمان توازن بس الطبيعه بس نعرف شو جاوب الرئيس لهلا بعد ما عرفنا لهلا بعد ما جاوب. اختارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاجئة سورية ساهمت بدورة بإنقاذ لاجئين من الغرق وأصبحت سباحة أولمبية بوقت لاحق لتصير سفيرة للنوايا الحسنة. عينت يسرى مردينة سفيرة للنوايا الحسنة بالمفوضية الخميس لتنضم لسفراء آخرين مثل ممثلة كيت بلانشيت والمؤلف خالد حسيني. وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي سوري انه مارديني بتمثل الامال والمخاوف والامكانات المذهلة يلي هيدي موجودة باكثر من 10 ملايين من الشباب اللاجئين بكل العالم. افزت مارديني وقتها هي واختها سارة من القارب يلي كانوا عليه سبحوا حدوا لساعات طويلة توصلوا من تراحوا من اليونان لتركيا. هيدا كان بسنة 2015. شاركت مارديني بأول فريق أولمبي عم نشوف بالصور للاجئين خلال أولمبياد ريو السنة الماضية وناقشت تحديات اللاجئين مع عدد من القادة مثل البابا فرانسيس والرئيس الأمريكي باراك أوباما بوقتها. ننتقل لخبر عن رئيس ترامب. مش معقول يمرق نهار بدون خبرية خبر عنه. تساؤلات كثيرة حول زواجه من هالعارضة الأزياء السابقة يلي له 12 سنة تقريبا هالزواج. والتساؤلات هي من بعد ما كان فيها لغة الجسد هالملاحظات الخفيفة يلي كانت عم تنعطى من قبل ميلاني ترامب لزوجة دونالد ترامب بالمناسبات الرسمية. والسؤال اليوم هل هي فعلا فرحانة بزواجها وسعيدة أو هي بس تزوجته كرمال مصرياته لأنه منعرف نحن قديه هو ملياردير يعني. بتشير التقارير الأخيرة من ضمن تقرير بمجلة فانيتي فير الأمريكية بعنوان تفاصيل زواج ترامب عبء ميلانيا بأنه هالسيدة الأولى أقل من أنه تكون سعيدة. ولكن صحفيين آخرين عم بينكروا هالخبر وعم بيكذبوه ومنهم المتحدثة باسمها ستيفاني غريشام عم بتقول بأنه أبداً هي سعيدة جداً بزواجها والأمور سيرة بشكل كتير منيح. ولكن بيدعي مصدر ما نذكر اسمه بأنه ترامب يلي كان بالفعل عنده من قبل 4 أبناء بهالوقت وافق بأنه يكون عنده طفل واحد من ميلانيا بشرط بأنه تستعيد رشاقة جسدها بشكل سريع ومثل ما كان قبل. أضاف بهالمصدر هيدا بأنه ما كان أبداً يسألها أنت كيف عم بتحسي إذا صحتك منيحة إذا منك تعبانة. وكل ما كانت تتضايق أو تنهار يقول لها أنت يلي أردت هيدا الطفل. وقال مصدر تاني بأنه ميلانيا ما كانت حابة أبداً بأنه زوجها يكون رئيس للجمهورية ومرغبت أبداً بها المنصب. ولكن غريشام كمان بترجع بتكذب الأخبار وبتقول ميلانيا ترامب كانت دايما داعمة لكل مساعي زوجها. أنا بقول ما في دخان بلا نار. أنا بقول ما في دخان بلا نار أبدا. عمرها 95 سنة وصارت نجمة بعالم الموضة. إرنستاين ستولبرغ معروفة أكثر بإرني عملت ضجة بعالم الموضة خاصة على السوشيال ميديا. عم نشوف صورها كثير مخدومة هالسيدة. بلشت تلفت الأنظار بالمحلات التيب وعالم الأزياء لما كانوا يشوفوها أول شيء بلقطات ترويجية لمحل بعاصمة النمسا بفيينا. وأهلها هالشي أنه تظهر بعروض أخرى.
صارت مشهورة بمدينتها الرئيسية عبر الصور اللي بتنشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبمعرض من الصور بتظهر هي حاملة هالجديدين مثل ما شفنا، وبتمد لسانها هيك بطريقة مهضومة بتميزها، فوصفت أزياءها بالغريبة والراقية بنفس الوقت. بتعترف أنه مظهرها بهالتيب منه عادي، ولكن بتقول أنه أنا بس بلبسهم بهالعروض وللصور بس مش بحياتي اليومية، ولازم نعرف أنه عندها أكثر من 10,000 فولوور. واو، 95 سنة بس كتير مهضومة، 95 سنة وأكتب على السوشيال ميديا يعني رواق، مش قليل بتتسلى. نحن ناخد نشوف صورة اليوم سريعاً من كفار عبيدة تعقيد شو المنظر، ومنروح على أوتو فوكس ومنرجع لفقراتنا. خليكم معنا.